بعد الإفطار يتناول البعض خاصة عشاق القهوة كميات كبيرة منها أو من الشاي دون مراعاة خطورة ذلك. هذه العادة ظهر أثرها على لاعب نادي فيوتشر المصري أحمد رفعت اللي تعرض لأزمة قلبية وأغمى عليه في الملعب. الأطباء أوضحوا أن تناول أكواب كثيرة من القهوة قبل المباراة تسببت في زيادة ضربات القلب وإصابته بهذه الوعكة. يجب استهلاك المنبهات بحذر بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص، لأن تناول كمية كبيرة من الكافيين يتسبب بآثار سلبية على صحة الإنسان. أبرز الأعراض هي الأرق وصعوبة النوم، مما يزيد من التعب والإرهاق، وقد يزيد تناول المنبهات من التوتر والقلق أيضا، مما يجعل الشخص يشعر بالارتجاف والتوتر العصبي. كما يتسبب الكافيين بمشاكل في الجهاز الهضمي كالحرقة والغثيان، وكذلك يجب أن يؤدي تناول المنبهات إلى زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر حدوث مشاكل قلبية عند بعض الأشخاص.